كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شخص عراقي قرر أن يزور السعودية، وعندما وصل إلى السعودية حصلت له قصة غريبة. فإذا كنتم تريدون رؤية قصة العراقي والسعودي فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، وبس خليكم مع الفيلم مشاهدة ممتعة. ايوه اخيرا اجا يوم جديد، هسه بس خلي اروح البقاله مالتي اول مره. ايوه اخيرا، اوكي بس خلي اعد فلوسي. هاي شنو؟ بس عندي ريال واحد. لا 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 يا اخي، والله اليوم لازم اشتغل لي كثير حتى احصل لي فلوس. هسه شلون ورطه هاي؟ ما عندي فلوس. اوكي بس خلي ارتب لي الاغراض مالتي. السلام عليكم. اهلا وسهلا حبيبي، هلا هلا، شلونك؟ شو مسوي؟ الحمد لله، وانت كيف؟ الحمد لله والله بخير الحمد لله. ها بشر اشتريت. بس جيت اسالك، عندكم لحم دجاج هنا ولا لا؟ ايه عندنا لحم دجاج. اوكي في الصندوق يا اخي، والله طازه. ها كم تريد؟ اعطيني واحده واعطيني خبز بس معه. تريد حبه دجاج وخبز؟ اثنين خبز. اوكي اثنين خبز، 3 ريال. يلا تفضل. هاي 3 ريال حبيبي. اوكي يلا مشكور، يلا حبيبي يعطيك العافية، يعطيك العافية، يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. اي الحمد لله، واخيرا اجاني زبون وبعت له ب3 ريال. اي بس خلي ارتب الاغراض مالتي اول مرة، وان شاء الله اليوم الله يرزقنا ويجونا زبائن كثير. السلام عليكم. ها ها ها، هلا اخوي، شلونك؟ شو مسوي؟ هلا والله. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. ها اوكي صديقي، ابي اشتري ستاكين لحم. ستاكين لحم؟ يا ساتر. دجاج لو بقر؟ كل شيء عندك. امطينيه؟ شنو؟ كل شيء. والله انك اسطوره يا ولد. بس لحظه خلي اجيب لك لحم بقر وبعد لحم دجاج. يلا تفضل حبيبي، يلا تفضل. هذولا راح اسوي لك خصم. اوكي بس اعطيني 300 ريال. اوكي 300 ريال يعطيك العافيه. ذا كل اللي عندي. اوكي يلا. هذا كل اللي عندك؟ يلا مو مشكله، بس حبيبي بس اخي والله خجلتني. والله تستاهل، والله تستاهل وحبيبي، والله مشكور الصراحه، يعطيك العافيه. صدق صدق مره شكرا والله حبيبي، يعطيك العافيه. السلام عليكم. يلا السلام عليكم حبيبي. خلي عد فلوسي يا ساتر، كم عندي فلوس؟ او ماي جاد، شوف الفلوس اللي عندي. واو والله صرت غني، والله الحمد لله اليوم الله رزقني بكثير فلوس، والله الحمد لله. شوف 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 استكاد الدايم، شوف يا لبي. واخيرا وصلت هنا، والله جوعان، كل شيء ماكو. وين محلات؟ والله ما ادري هاي الدوله شو اسمها، نسيت. ها لقيت محل، خليني اشوف انا. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا السلام عليكم، تفضل حبيبي. هلا والله، هلا ارحبوا. هلا شلونك؟ انا وين؟ بالسعوديه. اي انت بالسعوديه هسه. والله حبايب الدوله كلش. اسمع اسمع، انا جيت هنا اريد جقاير. عندك جقاير؟ عندك عندك؟ الصراحه ايش معنى جقاير؟ لو ما ادري ايش اسمها هاي. ها ما تعرف عراقي؟ لا لا. جقاير يعني دخان. عندك دخان هنا؟ يا اخي ايش تسوي بي انت الدخان يا اخي؟ والله انت طفل صغير يا اخي، ايش تسوي بي الدخان يا اخي؟ غير انا ما احكي. اعطيني جقاير، اعطيني يا اخي. يا اخي والله بعدك صغير يا اخي، ما راح يضرك الدخان حبيبي. مالك بي غير انا ما احكي. ايش قاعد تريد؟ تريد فلوس؟ اعطيك والله فلوس قد ما تريد. لا لا لا، مو سالفه فلوس او كذا يا اخي. يا اخي انا اخاف عليك يا اخي، ما يصير انت طفل صغير يعني، ما يصير. غير انا ما احكي، انت تخاف، انت تخاف، انت تخاف. اي اخاف عليك يا اخي، ما يصير يا اخي، والله راح يصير فيك ادمان وزي كذا. اوف اوكي، اعطيني ايش اسمه ايش اسمه ايش اسمه. انجاص. عندك انجاص؟ ايش معنى انجاص؟ ما ادري ايش اسمه هاي. عند اعطيني اعطيني تفاحه يا يما، جابني هنا هذا، خذ له كله. يلا تفضل. اعطيني تفاح. يلا هاي تفاحه. هاي خوي، شنو 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 64 ريال؟ لا لا حبه التفاح. شنو؟ ما اعرف ما اعرف. تفاح تفاح بس بريال واحد بس. اسمعني بس، انا كو شخص هناك باول ما دخلت من المطار قال لي اعطيني 100 ستاك وادليك المكان مال المحلات. اعطيته 100 ستاك ريالات. شنو؟ ما ادري شنو هاي الريال ايش قد يساوي بالدولار، والله ما ادري. لا تقول لي، لا تقول لي ذاك الشخص اللي جاء اشترى من عندي قبل شويه هواي لحم. اي هو شفته تو طلع من المحل قال لي اشتريت لحم. لا لا ما يصير كذا، لازم ارجع لك فلوسك خوي، ما يصير ما يصير ابد. شنو يعني سرقني ذاك الشخص؟ اي سرقك سرقك، بس خلي احط الثلاث ريال مالتي. اوكي تفضل. لا 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 ما اخذهم ما اخذهم، هاي الفلوس مالتك. لا لا هذول هواي فلوس يا اخي، ما يصير ما يصير. لا لا ما يصير، ذاك شخص سرقك، نصب عليك. لا ما يصير يعني فلوس ترجعهن لي؟ بس اللحم يعني، بس اللحم خذ ذاك الشخص مجاني. اي يا اخي مو مشكله، الله لا يعطيه العافيه، مو مشكله مو مشكله. والله العظيم انت كريم بشكل مو طبيعي. اسمع حبيبي حبيبي مو مشكله. اوكي انا حاليا رايح للفندق، مع السلامه. لا لا تعال تعال تعال، ادخل ادخل ادخل. لا لا وين وين؟ والله ماك رايح اليوم للفندق، الليلة تعشى وياي الليل.
يلا تفضل. لا لا ما اقدر ما اقدر. لا 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 انتظرون اهلي انتظرون. لا لا تعال تعال صديقي صديقي تعال تعال. لا 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 تعال حبيبي اهلي. ليلى راح تعشى وياي في بيتي. يلا تعال يا اخي ما اريد اخسرك فلوس والله. لا لا ما تخسرني فلوس ما تخسرني فلوس بس خلي اقفل المحل اول مره. يلا تعال معي لبيتي تعال تعال. والله شكرا والله شكرا كريم بشكل مو طبيعي. تعال تعال مو مشكله تعال هذا هو بيتي تعال قريب مره. وين وين هذا قريب هنا. هذا هو هذا هو بيتي. يلا تفضل تفضل. اوكي ما شاء الله لا اله الا الله البيت جدا روعه حبيبي والله مشكور. الله يزيدك الله يزيدك ان شاء مشكور. الله بس لحظه صديقي خلي احضر الطاوله اول مره احط لي. اوكي مو مشكله بس انا عندي طلب بسيط. تفضل اقعد 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 تفضل تفضل. اوكي مو مشكلة انا قعدت حاليا. تفضل تفضل ها ها هاك هاك شوية دجاج هاك والله طاسة هاك. مشكور 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 بس ما قلت شنو اسمك ما عرفتني عليك. انا اسمي محمد. اوكي حياك الله والنعم محمد من عندك والنعم عاشت الاسامي. انا اسمي مهدي من العراق جيت زيارة بسيطة في المملكة العربية السعودية جينا حج ويعني تعرف هاي الامور. بس انا جيت لك بطلب بسيط اتمنى ما تفشل. يا اخي اطلبه بس ما عليك اطلبه بس. والله مستحي من عندك وخجلان بس شلون اقول لك ما اعرف. ما تخجل ما تخجل بس اطلب. اوكي ان شاء الله انا مثل اخوك تعتبرني ان شاء أكيد الله. اكيد اكيد انت مثل اخوي يا اخي. اوكي انا جيت المملكه العربيه السعوديه يعني تعرف وقت حج وزياره يعني تعرف هاي الامور. اي صحيح. وشفت الاجواء هنا حلوه ومناسبه وحبيت هنا اريد اعيش هنا يعني اتمنى تكون وصلتك فكرتي. اي مرحبا بك. بس المشكله ما عندي شغل بالمملكه العربيه السعوديه اريد اعيش هنا. يا اخي من خشمي الا تجي المحل وياي الا تجي وتشتغل وياي والله والله العظيم ما ادري ايش اقول لك والله مشكور بس شلون اشتغل انا ما عندي هويه ما عندي اي شيء. مالك انا اضبط لك. والله عندي اخوي يشتغل في ذولا حق الهويات راح اضبط لك وضعك يا اخي مالك. والله كفو من عندك ما قصرت. مالك بيه مالك انا اضبطك يا اخي ان شاء الله. بس شو وقت راح نبدي نشتغل شو وقت تريد من باكر تريد تجي تنام يوم اي من هسه من هسه اريد اتعلم المحل اتعلم المحل. يلا ابشر بس المشكله هسه الدنيا مطر معليش ما يخالف نطلع. لا لا نبقى هنا بالبيت شوي لحد ما يصير الصباح. اوكي 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 يلا انا راح اخذ هذا السرير وانا منها من هاي الصفحه مو مشكله لان يعني براحتك براحتك ما اريد ازعجك ما اريد ازعجك لان انا تدري بي الدهرب بالليل وتقلب بالفراش. مالك براحتك براحتك حبيبي. اوكي اوكي يلا تصبح على خير حبيبي. يلا تصبح على خير. اخ بطني والله جوعان كل شيء ما اكليت والله ما ادري قاعد هذا السعودي. لا انا ما راح اقعد بس محمد محمد هلا هلا صباح الخير. هلا جوعان جوعان من عيوني. تعال بس تعال وياي وياي. والله كفو كفو نسيت اقول لك صباح الخير. صباح الخير صباح الخير منور. تعال تعال البقاله تعال خلي اعلمك اعلمك شلون تشتغل هنا وزي كذا. يلا تعال اسمها بقاقه اي نحن السعوديين نقول بقاله. اوكي انا اسميها محل. هلا 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 بالزبائن اجوا. هلا يلا يلا تفضل تفضل. شوف انا متحمس شوف شوف اقول لك دقيقه 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 هو هذا الشخص نفسه اللي سرقني. هذا هذا شوف هذا ابو الملابس. منو هذا هذا صباح الخير صباح النور. عفني عفني انا راح اسمع. عفني 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 اريد اكلم هذا الشخص. عفني هذا منو 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 اللي منو اللي سرقك منو منو هذا 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 بالمطار اول ما طلعت خذ من عندي واي. اوكي مو مشكله ما عليك ما عليك. اوكي اوكي والله العظيم اسمعني والله العظيم اذا اخذيت حقي من عندك انت كفو. ما عليك ما عليك والله لا ادبه ما عليك فيني. اوكي صديقي صراحه اريدك شغله. اوكي اسمع اسمع صديقي انت ضبطه. اوكي ضبط هذا الزبون واني هذا احتاج شغل. تعال معي تعال تعال معي. لا لا عوف 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 دقيقه 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 تعال 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 خليه يجي انا ارد ابيع. لا انا ارد ابيع له. تعال تفضل على حسابي كل شيء. تفضل تفضل تفضل. لا تفضل ماكو شيء. تفضل تفضل صاحب المحل انت تعال 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 تجسس علي تجسس علي شوف ايش راح اسوي بيه. تمام تمام مالك تفضلوا بيه من اقدر اساعدكم. هذا المحل يعني انا بعدني عامل جديد هنا وشويه لهجتي شويه صعبه عليكم. تفضل اخي يوسف. تفضل اخي يوسف. اوكي صديقي ابي ستاك من ذا التفاح. اوكي دقيقه دقيقه لا لا تعال 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 صديقي صديقي تعال تعال هذا المحل ممنوع واحد يطلع من عنده الا يشتري وحتى لو ما عندك فلوس اعطيك بلاش. صاحب المحل علمني على الكرم والطيب اطلب اي شيء تريده. اوكي بس اريد منك لحم وخبز بس. لحم وخبز اوكي هاي لحم حلو. هذا لحم وخبز هذا خبز. دقيقه تريد لحم وخبز. اوكي دقيقه لحم وخبز تفضل. هذا لحم وهذا خبز تفضل. هاي على حسابي تاخذها مجاني على حسابي. الله يخليك الله يخليك. يلا تسلم لي تسلم لي الله معك الله معك. اوكي قول اخي بما نقدر اساعدك.
والله أبي ستاك يعني من ذا التفاح. أوكي ستاك تفاح. أوكي بس تفاح تريد مو؟ يب. أوكي تفضل. حاليا هاي راح أعطيك تفاحة تفاحتين وتقدر تبيعن. سعر التفاحة لوحدة 100 ستاك دايموند. وات؟ إيه اسمعني، هذا التفاح جبناه من الصومال، هذا تفاح أصلي يعني من تاكله راح ترجع شباب. جرب بالبيت تاكله وترجع شباب، وإذا ما عندك 100 ستاك أعطيني الدايموند كل اللي عندك وشوف ايش راح يصير. والله غيرت رأيي ما بي تفاح. أوكي ايش تريد؟ لحم؟ يب أريد حبة لحم بريال بس حبة لا لا هذا اللحم لحم عجل أصلي، يعني اللحماية الوحدة ب10 ستاكات دايموند. والله عندي بس ذا 57 حبة بس. مو مشكلة أعطيني ها، وإن شاء الله إن شاء الله هذا اللحم تطبخه وتأكله بالهنا والشفة. يلا أبشر. أوكي يا صاحب المحل محمد. ها محمد تعال. محمد هلا شلونك؟ اسمع الفلوس اللي سرقها من عندك كلها رجعتها صديق. كلها كفو يا ذيب. والله اسطوره، كلها رجعتها. انا موجوده بالصندوق، كلها موجوده بالصندوق. كفو والله اشتيدك عشيدك والله اشتيدك الصراحه كفو. بس شلون نصبت عليه؟ والله انك اسطوره يا شيخ. انا ما نصبت عليه، هذا اللص غبي عبال انا عامل جديد وما اعرف الاسعار. قلت له هيك فلوس وطاني. والله انك اسطوره يا شيخ. العفو استاذ محمد، بس الدنيا صارت ليل يعني اقدر اروح لك فيها. اي صارت ليل بس دقيقه خلي انطيك راتبك. والله تعال 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 راح انطيك راتبك. هذا لا لا ما اخذه. لا لا اخذ. تعال يا اخي والله خجلان من عندك. شنو هذا راتبك؟ هذا تعبك. اوكي شكرا. والله هواي اعطيتني. مو مشكله يا اخي، انت همين انقذت انا من ذاك النصاب يا اخي. مو مشكله يلا بس تعال. يلا هسه تعال ننام وان شاء الله باكر همين نشتغل. اوكي يلا يا سعودي اقعد يا سعودي. الدنيا صبح اقعد محمد اقعد. اهلا وسهلا هلا. اريدك تاخذني جوله بهاي المدينه. والله ما ادري وين اروح، متو طلعت ناضعت. مالك تعال بس تعال يمي. اريد اشوف اكبر بنايه عندكم. اريدك تشوفني اكبر بنايه عندكم هنا انا بالسعوديه. اريد اكبر. هاي اكبر بنايه عندنا، هذا المستشفى. وين هذا المستشفى تشوفه؟ هذا هو. والله كبيره كلش. اي كلش كبير. اسمعني وهذا عندكم مصرف؟ اي عندنا مصرف، اذا تريد تسحب فلوس اتشي يعني تدلل من عيوني. اتحداك تسحب لي فلوس. مالك ابشر. ابشر يا ولد. والله يقول يبشر. لا امزح حمزه. تفضل. اوف اعطاني توك. والله انت كريم بشكل مو طبيعي يا اخي. مو مشكله. اسمعني عندي لك مفاجاه، اول مره اتعرف على سعودي يعاملني هاي المعامله. طبعا انا شايف وايد سعوديين وكلهم والنعم من اصلهم. والله العظيم كلهم كرماء، كل العرب كرماء. والله انتم همين العراقيين يا اخي، والله كلش حبابين يا اخي. كفو من عندك حب. راح اسوي لك مفاجاه بسيطه. اول شغله راح احاول احكي سعودي. ابشر والنعم منك من خشمي. والله العظيم اليوم تجي وياي للعراق ما دام شفت هيك معامله من سعودي. والله اجي وياك. اي والله أجي. اوكي تعال جهز غراضك وامشي وياي هسه للعراق. امشي اشوفك اكبر بنايات بالعراق. والله اروح وياك مثلا برج الانترنت اللي عندنا، اشياء خرافيه بالعراق كبيره. يلا معلش امشي بس خلي اسحب فلوس من المحل مالتي. ويلا مع بعض. اوكي خلي اسحب بس الفلوس هذول كلهن. ويلا يلا 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 نروح يلا نسافر يلا امشي بسرعه العراق. والله العظيم راح تتعذب من العراق بي كل شيء وكل شيء. جنه الارض. انا سامع على العراق والله كلش حلوه هاي البلد. والله نفسي اروح لها. احلى شيء بي احلى شيء بالعراق اهل العراق. اي والله اهلهم تعذب عندهم شويه. منهم يلا روح. هاي منك الكويت يا ذكي. امشي منها من وين يا اخي؟ وين ادري. امشي يلا امشي بسرعه منها العراق. منها صار العراق وبدك تمطر، بس امشي بسرعه ان شاء الله نوصل. يوم ونص ونوصل. امشي. وبنهاية المقطع يا شباب وبنات اللي اريده من عندكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعار. طبعا تحياتي لكل شخص جاي يتابعني من العراق من طبعا يتابعنا من العراق من السعودية من اي دولة. وطبعا انا ما اقصد او احنا ما نقصد الاهانة
او ايش فقط مقطع ضحك او تحشيش مو صحيح يا امير؟ اي صحيح هذا لا يجيني هسه واحد بالتعليقات ايش يكتب لنا تمنى تقلدون علينا او ايش. لا لا شباب لا لا لا. بالعكس احنا نحبكم ونحترمكم ولو ما نحب اهل السعوديه كان ما سوينا هذا المقطع. والله العظيم انا احب اهل السعوديه بشكل والله اني هم انا هم انا احبهم اهل السعوديه والعراق وكل بلدان وكل بلدان العربيه كلها محبهم والله على راسي. شباب بنات لا تنسون تشتركون بالقنوات وتضغطون لايك وتفعلون جرس الاشعارات واشتركوا بقناة أمير وقنواتي أيضا بالوصف اشتركوا بيهن وما حبط عليكم أكثر وبس مع السلامة. دقيقة يا شباب بنات لا تنسون تتابعون أمير سلو على الإنستغرام هذا هو حسابه. أيه. تابعوا على الإنستغرام أيه. مثال عدة 200 ألف وبس مع السلامة. باي باي, باي. يلا يلا امشي بسرعه 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 منها العراق منها صار العراق وبدت تمطر بس امشي بسرعه بسرعه ان شاء الله نوصل يوم ونص ونوصل امشي يوم ونص يوم ونص انا راح انام هنا راح انام اوكي اوكي انا راح اخذ سرير ما اريد ازعجك لان انا ادفر بالليل هيك عبالك حيوان متحيوان طيب تعال انا تعال انا اي قصه بالمونتاج يا ذكي ادري راح اخرج قول التواليس لا لا خليها حلوه